أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من المعجنات. اليوم بدنا نعمل صباعنا بعجين بطريقة كتير سهلة. طبعا ما رح نعملهم قطع، رح نعملهم كلهم مادة واحدة بالصينية لحتى نقدر نضيف لهم الشيء اللي بيخليهم كتير يكونوا بيغذوا، وكتير بيكون العجين أطيب وكتير بيكون مغذي وشهي للأطفال اللي ما بيحبوا ياكلوا الصبعنة. هلا مثل ما بتعرفوا انه الصبعنة بنجيبها بنقطعها مندبلها بالملح، منحط لها كزبرة وبقدونس، بصل، حاد، ملح، سماق، شو ما بتحبوا تضيفوا للصبانغ، انتو عندكم حرية. هلا انا ما بلشت لكم من الاول لانه بعرف انه انتو بتفيكم تحضروا العجين، فيكم تعملوا الصبانغ بالطريقة اللي انتو بتحبوا الحشوة تكون. بداية بنعمل العجين مثل اي عجين تاني، دقيق او طحين، مي، خميرة، ملح، زيت وشوية سمنة، بتعجنوهم بتتركوهم لحتى يتخمروا، بتفردوهم بالصينية. بعدين رح نضيف لهم هلا الصبعنة، بنضيف فوق العجينة الصبعنة، بنفردهم. شايفين قد ايه سهلة؟ لا تعملوا اشكال ولا فطاير ولا موديلات، هيك تساووهم كتير بينبسطوا هاي الولاد، وما بيطلع فيها الحروف العجينة، تطلع كلها ملانة صبانة مشان الأطفال يتغذوا ويصيروا مثل الباباي. نفردها على كل المساحة وخلص بنغطيها. بعدين طبعا بنضيف لها زيت زيتون، فيها هي زيت زيتون. بعد ما بنعصرهم كلهم بقدونس او كزبرة او بصل، بنملحهم بنعصرهم، شايفين ما بنخلي فيها مي ابدا، نضيف لها زيت الزيتون بالنهاية، هيك نفردها. شايفين قديش كمية الصبانة كبيرة؟ يعني افضل ما تطعموا اولادكم عجين خليهم ياكلوا صبانة. والهلا اللي بدي يضيفه بالاخير كتير رح يحب تحبوه، كتير رح تعشقوا هي الاكلة. تحضيرها ما بياخد اكتر من ربع ساعة. الحقيقة ريحة الصبانغ هيك معمولة مثل السلطة كتير ريحتها حلوة وشهية. منرق العجينة اللي بنغطي فيها السطح تبع الصينية على قد حجم الصينية. أنا هلا تقريبا شي 30 سم طول وعرض. هلا بدي قيمة بس حطها فوق العجينة وورجيكم شو رح أعمل. حطيت العجينة، بس هلا بدنا نرصرصها هيك بهالطريقة مشان كلها تتماسك مع بعضها. وبعدين رح نقطعها، بس رح نقطع الطبقة اللي من فوق، ما منوصل السكين للطبقة اللي بالسفل. شايفين بهالطريقة بتقطعوها. هلا في شي بتحطه على الوش رح يعجبكم كتير، خليكم معي بس 5 دقايق وأقل، دقيقتين نقطعها بهالطريقة. اي شكل فيكم تقطعوها، انا اخترت هلا المربعات، فيكم تقطعوها مثلثات. وهلا بنشوف شو بدنا نضيف. وهلا بدي اضيف البيض. هي الصينية اللي 30 قطرة تحتاج لبيضتين، انا خفقت الاولى. الحقيقة كنت انا ما بدي صورها، بس قلت لحالي خليني يعني خليكم تاكلوا مثل انا اللي باكل حتى تستمتعوا قديش الاكل انا اللي بعمله كتير كتير شهي وطيب. هلا نبدا نفردهم على الوش بهالطريقة. فيها بهار، فيها ملح، البيض، فلفل اسود، شو ما بتحبوا حطوا. شايفين بيتغلغل البيض محل الشوق او محل تقطيع. ندهنها كلها بهالبيض،
حتى تصير كلها كتير شهية. ممكن للبيض تضيفوا شوية زيت، بتكون ما تضيفوا، هي انتم حرية لكم، انا ما ضفت لان هي العجينة فيها زيت. بس نخلص من البيض رح ندخلها على الفرن. شفتوا اسهل من هيك طريقة؟ وهي الباقي كمية البيض رح احطها. كتير طيب البيض المشوي بالفرن بهي الطريقة. وهلا رح نحطها بالفرن. شوفوا هلا قد ايه حجمها، وشوفوا هلا بعد ما طلعها من الفرن قد ايش رح يتضاعف حجمها. هي الصينية الثانية، في وحدة بقلب الفرن. شوفوا هي اول صينية قد ايه مأمرة وقد ايه منظرها شهي وريحتها كتير كتير حلوة. بتمنى تيجوا هلا تاكلوا معي من هالاكلة اللذيذة الشهية، سبانخ بالعجين مع البيض. هلا بنشوف بعد شوي الصينية الثانية. وهلا بدي طلع قطعة لساتها سخنة، طيبة سخنة وطيبة باردة. سبانخ باباي، شوفوا هالمنظر الشهي، بيشتهي الواحد ياكل كل الصينية. هلا رح احطها بالصحن نشوف الطعمة قديش شهية. هذا شكلها من الخلف، هلا رح ندوقها. بالفعل ولا أروع من هيك، بتمنى تجربوها. وبعد جهد جهيد هي الصينية الثانية صارت جاهزة. شوفوا هالمنظر ما أحلاه. إن شاء الله تكون هالفكرة عجبتكم، ولما تدوقوها تلاقوها كتير كتير طيبة. ما تنسوا اللايك والمشاركة وتتابعوا المنتدى، وفي استطلاع رأي بقلب الفيديو يا ريت تجاوبوا عليه. وأهلا وسهلا فيكم، وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.